اليوم كانت لدينا زيارة من قبل السيدة ممثلة اليونامي في محافظة نينوى السيدة زهرة. كان لقاء مطول وتم نقل المعاناة والتحديات التي تواجه الحكومة المحلية وأهالي محافظة نينوى إلى بعثة الأمم المتحدة، بالتالي أن هذا الأمر وكان لدينا مهم جدا. هناك تناولنا عدة ملفات نعتبرها تحديات كبيرة لجميع أهالي محافظة نينوى ولحكومتنا المحلية في المحافظة. تناولنا ملف النازحين وأيضا ملف سنجار وكذلك ملفات أخرى، ملف الخدمي وملف الإعمار وأيضا ملف حقوق الإنسان والسجناء المتواجدين في سجون محافظة نينوى. كل هذه الأمور كانت من أولوياتنا لطرح هذه المواضيع. طلبنا منهم نقل هذه المعاناة إلى بعثة الأمم المتحدة في بغداد لكي يتم مساعدتنا كحكومة محلية في الضغط على الحكومة الاتحادية لحل الكثير من الإشكاليات التي نراها اليوم. هي تحديات كبيرة ويجب أن تكون هناك مساعدة ومعاونة من قبل الجهات الدولية لكي يتم الوصول إلى الحلول التي تخدم مواطننا في عموم محافظة نينوى. اليوم كان لنا اجتماع مع مكتب اليونامي للأمم المتحدة. هذا اللقاء اليوم هو يعد من اللقاءات المهمة جدا. تم الاتفاق حول افتتاح مكتب اليونامي في محافظة نينوى، وهذا يعد نقلة نوعية للمحافظة من أجل تقديم كل الاستشارات والخدمات التي تهم المحافظة. من خلال هذا اللقاء تم التباحث في الكثير من الملفات. الملفات المهمة اليوم اللي تعاني منها محافظة نينوى هو التنسيق بين جميع الدوائر الخدمية وكذلك الحكومة الاتحادية، وأكدنا على إنهاء الملف الأخطر والأبرز هو ملف المخيمات سواء في محافظة نينوى أو في الإقليم أو في المحافظات العراقية أو خارج العراق. يعد هذا الملف هو ملف مهم جدا حول إعادة تأهيل النازحين وأيضا عودة الخدمات إلى مناطقهم، لأن نعتقد اليوم ملف المخيمات هو خطر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذلك السياسي. فبالتالي سيكون هناك برنامج متكامل من خلال هذا الملف، وأيضا تم التنسيق من خلالهم مع جميع رؤساء اللجان في مجلس محافظة نينوى من أجل تقديم أفضل الخدمات لمحافظة نينوى، لأن نعتقد المحافظة اليوم تحتاج إلى جهد أممي لأنها حقيقة تعرضت إلى ضرر كبير جدا.